مساء الخير ضيفة على ما استفهام لهذا المساء سيدة سامية حلبي، وهي فنانة تشكيلية فلسطينية متواجدة حاليا في لندن من أجل أحد معارضها في هذه المدينة. مدينة صعبة طبعا على المستوى الفني، سنناقشها في مشوارها الفني وفي تجاربها سواء في الدول العربية أو في الولايات المتحدة حيث تقيم. أهلا بك ست سامية. أولا، فنانة تشكيلية فلسطينية، لو كنت فنانة تشكيلية لبنانية أو سورية كان الموضوع كأنه عادي، لكن هل هذه الصفة لديها شيء خاص بالنسبة لفنان تشكيلي أو بالنسبة لجمهور يتلقى فن تشكيلي؟ إلى صفة خصوصية من الناحيتين. أولا، أنا ساكنة بنيويورك، وصفتي كامرأة فلسطينية مش بس كرسامة فلسطينية بلاقي كتير صعوبات من الجاليريات. الجمهور أقل أكيد. بالنسبة ل كيف أنا بحس كفلسطينية وكيف اللبناني والسوري بحس كلبناني أو سوري، لابد في فرق. because إحنا دائما عندنا هالألم اللي هو بتعلق بالنكبة وذكرة، مش بس بذكرة النكبة، بس في إنه إسرائيل دائما موجودة هناك ودائما في هجوم على الفلسطينية، والهجوم مش بس داخل فلسطين المحتلة والضفة وغزة، بس كمان هجوم على المخيمات وهجوم على الفلسطينية في كل العالم، خصوصي هجوم على الفلسطينية في أمريكا، في هجوم علينا هناك. في حضرتك طبعا يعني إحدى ضحايا هذه النكبة، غادرت فلسطين باتجاه لبنان باتجاه بيروت، ترعرعت هناك وانتقلت إلى الولايات المتحدة، وكأنه يعني من خلال الملاحقة لسيرتك وكأنك قرارك بأن تكوني فناني هو قرار يمكن قبل الولادة، منذ بيروت، منذ فلسطين، ومنذ وحتى عندما ذهبت إلى ميشيغان أو إنديانا كان القرار قرار أن تكوني فنان تشكيلي. هذا عائد إلى ماذا؟ بيئة عائلية، بيئة بأي معنى؟ بعد ما كبرت وبديت أقرأ شوية وأدرس، لقيت إنه في كتير في عيلتي من زمان اللي هو بيمارسوا الفن، فهذا استغرب. بس أنا دائما بحس إنه في إلي حب للرسم والفن، ومع مرور الوقت لما صار وقت أدخل الجامعة كنت بدي أدرس يا كيمياء يا فيزيك، يعني إشي من العلوم. فأمي قالت لي أنت دائما بتحب الرسم، ليش ما تدرس الفن؟ كيف تشجيع؟ عادة العكس الأهل بيشجع، عكس الباقي. ما أنا يعني أنا مش أنا أنثى، مش راح أعيش عيلي أو ألحق أبوي بشغله. فقالت لي ليش ما تدرسيش الفن؟ بوقتها كنت أفكر إنه الفن مش إشي الواحد بدرسه. ففعلا درست الفن، بس اهتميت إنه أكون حرة بحياتي، فدرست التصميم وحتى أقدر أعيش من وراء. مع مرور الوقت تركت التصميم وصرت واشتغلت في موضوع الديزاين ولا؟ قليل لمدة شي سنة، بعدين تركته ودخلت على جامعة مستوى عالي وأخذت ديجري بالفاين أرت. حضرتك ذهبت إلى سلك التدريس، وحسب ما عرفت أنه يعني مورست ضغوطات معينة أو مضايقات معينة، ما بعرف إذا المضايقات لها علاقة بالسياسة كونك فلسطيني، اللوبي الإسرائيلي، بأي معنى؟ من ناحية التدريس، أولا كنت أعلم بوسط أمريكا بالميدوست، هناك الجمهور العالم مش هالقد متأثر بالصهيونية، لكن لما بديت أعلم بييل يونيفرسيتي ونقلت إلى الإيست كوست لقيت صعوبات جديدة وقوية. كان في، أنا بديت أعلم بييل يونيفرسيتي، علمت هناك لمدة 10 سنين، كان في أستاذ يهودي اللي هو أكيد كان صهيوني مش يهودي عادي، فكان دائما ضدي. ومع مرور الوقت اتخنقنا مع بعض. فقط لأنك فلسطينية أو فقط كان لأني عندك فلسطينية؟ فقط لأني فلسطينية، لأني فلسطينية ولأني امرأة. وهو عندهم تعرف يال يونيفرسيتي كانش عندهم، كانت فقط للرجال، كانت فقط للذكور كتلاميذ وكمعلمين. بعدين أول فتحوا الأبواب للأنثى كتلاميذ، بعدين كمعلمات. جمهورك طلابك كان في جو عدائي أيضا؟ الطلاب كانوا يحبوني كتير،
كانوا معي، ولما بديت أتخانق مع إدارة الجامعة وقفوا معي وكتبوا كثير مكاتب، وعملنا معرض على فكرة، عملنا معرض قلنا ييل on trial Yale School of Art، يعني عملنا كأنه في دعوة رفعناها ضد هذا، والتلاميذ اشتركوا كثير حلو معي بهالمعرض اللي كان بنيويورك، وطلعوا كثير أخبار عن المعرض. نوعية الخلاف مع الإدارة كان أكاديمي أم أي نوع من الخلافات؟ هو وعدوني أنه أنا راح أكون معهم دائما، لأنه أنا تركت إنديانا يونيفرسيتي اللي هو بسموه تانير تراك، أنه وعدوني أنا موظفة إلى آخر الحياة، وييل أخذتني على هذا الأساس. وبعدين لما صار وقت 10 سنين، 10 سنين بالإنجليزي 10 years اللي هي ذات الكلمة زي تانير معناته أنه أنت موظفة لآخر الحياة، غيروا، ولأنه صاروا يحكوا بدهم حقيقة. هو لما طلبوا مني أترك، كمان طلبوا من المعلمات 2 اللي هو كمان إناث يطلب يتركوا، فكان هذا الاختلاف معهم. خياراتك الفنية، أولا عندما يعني توجهت إلى موضوع الفن التشكيل تأثرت بمدرسة معينة، هل حضرتك تنتمين إلى هذه المدارس المختلفة؟ لما بديت كتلميذة كنت أدرس كل إشي، أدرس تاريخ الفن ومهتمة كتير فيه، وكتير مرات أطلع على الصور وما أقرأ، واهتميت، كنت أحب أشياء كتيرة، من كتب بالمكتبة كان في من الفن الإسلامي للفن المصري القديم، فكنت أطلع عليهم كلهم، بس التعليم كان عن الفن الأوروبي والأمريكي. مع مرور الوقت بديت أعلم، والمطلوب إنه أعلم الأمريكي والأوروبي. أول ما بديت أعلم علمت تاريخ الفن في جامعة هوائي. بعدين بديت أدرس كل أشياء، فتأثرت بأنواع عديدة، بس أكيد تأثرت كثير بالفن الأوروبي. أجت وقت إنه بديت صرت صاروا أفكاري وعيني ممكن تقول مفتوحين للفن الصيني، الرسم الصيني والياباني. فعلى غفلة بديت ما أحب الأوروبي، وروح لكل المتاحف اللي فيهم الرسم الصيني والياباني. وبعدين بالنسبة للرسم للعربي بديت أدرسه من وقت ما كنت صغيرة يعني، بس درسته بطريقة وعندي أفكار عنه تاريخيا بطريقة غير عن العادي، إنه أنا بشوف الهندسة بسميها الإسلامية من القرون المتوسطة، أنا بحسبها صورة، صورة للطبيعة، إيقاعة الطبيعة، نسبيات الأشكال والألوان والأحجام، من ناحية إنه هي تجريد، أول تجريد بالعالم الهندسة، الفن الهندسي الإسلامي، فالناس بيوصفوه بطريقة كتير رجعية من وجهة نظري، لأنه إن الواحد بدرسه من ناحية لغة التشكيل، مش من ناحية أفكاره إيش هذا بعني، لأنه إن بتروح للوحة بتقول إيش معنات هذه، يعني بدك كلمة بتنكتب، إيش معنات هذا الحجم أو الشكل بالصورة. إحنا كعرب كان عندنا حب للهندسة والإيقاع، فكر بالصرف مثلا، إحنا كأننا من حب نأخذ كلمة ونعمل منها غنوية كاملة لما نقول فعل أفعل فعل إلى آخره. فإن بتفكر بهذه الطريقة بتشوف إنه في حب للإيقاع بالتشكيل العربي الهندسي. لا، عندما تتكلمين عن إنه حبك لهذه الفنون، في هذه الفترة كنت ما زلت في طور التعلم أم كنت بدأت بالإنتاج؟ بدأت بالإنتاج قبل ما بديت أعلم، ووقت التعليم كمان أنتج، لأنه كمان وقت تتعلم بجامعة بأمريكا مهم مطلوب. إنك تنتج ومهم إنك تعرض وإلى آخره، فكان هذا دائما. على كل حال لما تخرجت من المدرسة قلت لحالي لا، أنا مش تلميذة، وهو بحكمه إمتى أنا رسامة وإمتى أنا تخرجت وإيش صار، لازم أكمل الرسم، فدائما برسم. علاقة المكان سيدة سامية بهالموضوع، لو بقيت في فلسطين أو بقيت في لبنان، هل نوعية اللوحة وموضوعها وألوانها ومفرداتها كانت ستختلف؟ أيوة أكيد. وكمان أكثر من هذا، إنه
بيئة الطبيعية بتأثر علينا. المدينة الطبيعة، لما رحت أعلم بهوائي وكانت أول مدرسة بعلم فيها، اتفاجأت بجمال الطبيعة وأثر كتير على أعمالي. والصعب إنه الواحد يستوعب هالفكرة، إنه لما شفت جمال الطبيعة وفروع غصون الشجر والورد والورق، ذكرني كتير 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 في الأشياء اللي درستها عن الهندسة، عن الرسم العربي التجريدي. لأنه في الطبيعة إيقاع، في تشكيل، في نسبيات للأحجار، في تتركي نفسك تتأثري بشكل سهل، خصوصا أنه يفترض أنك أنت صاحبة مشروع، حضرتك فلسطيني، بالتالي تدافع عن مثل معيني، فتتأثرين في هاواي أو في لبنان أو في نيويورك؟ أو بتأثر بالبيئة، كل إشي نرسمه كبني آدمين أول دخل عمخنا من خلال عينينا. ما في إشي بمخنا اللي هو تشكيلي غير من إنه شفناه. في عملت كمية رسومات اللي هي عن نسبية الهندسة البني آدمية والهندسة الطبيعية. فنعم نتأثر بكل إشي، بس بدي أفسر إنه من ناحية كفلسطينية، في ناس بيسألوني كتير فين في فلسطين بأعمالك. هلأ أول واحد سألني هالإشي كان واحد صغير لبلوبي، شاب مهتم بالسياسة، فجاوبته من كل قلبي إنه في كتير ناس بيسألوني فين فلسطين بأعمالك. في الرجع وفي التقدم. الرجع بده يعني أحط فلسطين حتى يحطوني بقلبي أوطى، يعني يغيروا. أنا مش رسامة عالمية، أنا رسامة فقط فلسطينية أو امرأة أو شغلي هيك كذا وكذا. بس هو عم بسأل من ناحية تقدمية، بده أنه أكون ثورية بأعمالي. فمن أنا بفكر أنه كل شيء بنعمله سياسي. ما في إشي، بس خليني أكمل، ما في إشي ليس سياسي. فأنا اللوحة قسمتها إلى ثلاث أجزاء بالنسبة إلي. عملي، في إلي عمل اللي هو من ناحية عالمية توعى على كل تاريخ العالم وعلى كل فنون العالم. في إشي توثقي، فمن هاي الناحية عملت مجموعة رسومات عن مجزرة قفر قاسم. وعملتها بطريقة كاملة، إنه رحت وعملت مقابلات مع أهل قفر قاسم ورسمتها، وبده يطلع كتاب. وعندي إشي سياسي سياسي سياسي، هو اليافطات والملصقات اللي بحملهم لما أطلع بالمظاهرات، وهدول سياسية يعني بخوفوا. لا، وكان سؤالك عندما تسألي هل أين فلسطين في لوحاتك، هل هذا سؤال شرعي؟ يعني هل يجب أن تكون فلسطين في لوحاتك؟ هل يجب أن تكون سوريا في لوحات، أو لبنان أو مغرب؟ أو برأيي أنا إنه مش 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 ضروري. لأنه بس أكترية الفلسطينية فلسطين موجودة بأعمالهم. أنا موجودة بأعمالي نوعا ما. مثلا هلأ من جديد عملت لوحة اسمها الأرض والخضار. فأنا قاعدة أرسمها عم بفكر بألوان الأرض بفلسطين وخضار الزيتون. ومرات بعمل صورة هي كتير خضرة، بحكي بقول خضار فلسطين مثلا، بحطها بالعنوان. ومرات فلسطين تدخل بالمعنى. بس التجريد له معاني عديدة، مكدس بالمعاني. ففي فلسطين في اشياء تانية. لوحتك ما فيها زي فلسطيني، امرأة فلسطينية، كوفية فلسطينية، هذه الرموز الواضحة عن فلسطين. الرموز الواضحة موجودة بالتوثيق وأكثر بالملصق. بالملصق طبعا. لكن هذا قرار، هذا قرار أنه فلسطين باستطاعتنا أن نعبر عنها بتجاوز هذه الرمزيات اللي أصبحت تقليدية نوعا. طيب بدي أفسر إشي. اللوحة لوحة ما إلى قوة تغير السياسة أو الوضع. صحيح. ما إلى هالقوة. البندقية فقط إلى هالقوة. مناش نكذب على حالنا. ثانيا أنه أنا فلسطينية أقول أنا رسمي عالمي، وحابة إنه يطلع أهميتي تاريخيا، وبالذات الوقت ما أخلي حد ينسى إنه أنا فلسطينية. هذا سياسي. وإنه أعمل فن تجريدي كمان هذا سياسي، لأنه التجريد انخلق مع الثورة السوفيتية وكمل مع ثورات العالم، وبالتالي تعتبري هذا عمل ثوري أيضا. فهو عمل ثوري كمان، بس من ناحية تانية. طيب في القسم الثاني سأسألك أكثر عن هذه المدارس العالمية، لأنه في لوحتك عندما كنت أراقب اللوحات كنت فعلا أبحث عن فلسطين، وأبحث حتى سؤال كبير عن ماذا تفتش سامية حلبي. بعد الفاصل ابقوا.
أهلا بكم من جديد. اللوحة التشكيلية المغامرة الكبرى هذا المساء، نقاش مع السيدة سامية حلبي وهي فنانة تشكيلية فلسطينية. في لوحاتك ست سامية، طبعا نحن خلال الحديث معك في مجموعة من أعمالك تمر على الشاشة. أنا حاولت أني أتبرع، أعرف المدرسة وأعرف إلى أي، يعني إلى مدرسة عربية أو إلى ليش مدرسة، إلى أي موضة فنية تنتمين، يعني لم أجد الجواب. قرأت ما كتبوا عنك النقاد، وهذا سؤال ثاني، أحيانا لا أفهم لغة النقد التي تكتب، لا أعرف إذا كانت فعلا تعبر عن، لكن حضرتك أمام هذه اللوحة البيضاء عندما تقررين أن تدلي بدلوك، تبحثين عن ماذا؟ أبحث عن كيف التجريد يمكن أنه يعكس الطبيعة والمجتمع البني آدمي، من ناحية أنه عم بفتش على قول الأوانين اللي هي أساسية بالحركة بطبيعتنا أو بالطبيعة نفسها اللي ممكن أحطها باللوحة، ولأنها تجريد ولأني عم بفتش على الأشياء الأساسية اللوحة بتطلع تعبر عن عدة أشياء. مثلا إن بتفكر بالتمويج، موج البحر بيجي كموج، ممكن تشوف أشياء تانية، الهواء بيجي كموج، البني أدمين مرات بيمشوا بطريقة موجية، في أشياء كتير، تاريخنا مموج، تاريخ فلسطين مموج، الفن تاريخه له تمويج. فمن هاي الناحية لما تشوف إشي تجريدي ممكن تشوف هذا المعنى بس في معاني أخرى مكدسين. فالإشي اللي بيختلف بأعمالي إنه أنا برسم تجريد وأنا برسم لوحة مش تركيب، لوحاتي مش ممكن يتفسروا أو يترجموا إلى كلمات، ممكن يتوصفوا بكلمات، أنا برسم بإشي تجريد ما بيدل على كلمات أو أشكال اللي بتقول أنا كباية مي أنا طاولة إلى آخره. فمن بس أنا الوحيدة بتاريخ الفن اللي بدأت تقول إنه التجريد بيقلد الحياة، بقلد الطبيعة، والتجريد والرسم مش عني شخصيا، مش عم بعبر عن إحساسي، عم بعبر عن الأشياء اللي أنا بشوفها وإنت بتشوفها. ولما تشوفها وتعرفها، لأنه بيجوا ناس كتير قوام بيعرفوا اللوحة، لما أنت تشوف اللوحة وتعرفها وتحس إنه شفت إشي مثله بالقبل، أو إنه أخ هذه جميلة بس مش عارف ليش جميلة، بعدين مع مرور الوقت تعرف ليش أنت هيك بتحس، بحسب انه هذا لما يصير هذا الاشي الجميل انه حقيقه اللوحه الى قيمه. بكلامك سيده ساميه تقولين اريد ان اقول، هل مهم انه الاخر المتلقي يعرف ماذا قلت او ما بهمك الموضوع، انا قلت وهذه وجهه نظري؟ مرات لا، انا بقولش انه هيك انا قلت ومش مهم، لانه مرات انا بحط اشياء باللوحه اللي انت بتشوفها اللي انا مش واعي عليها. تحكي أكثر اللوحة بتصير. اللوحة بتحكي أكثر، اللوحة في أشياء تدخل اللوحة، لأنه اللوحة واللغة التشكيلية ما بنعمله إحنا واعيين بالوعي اللي بنستعمله لما عم نسوق سيارة، نعمله بوعي اللي هو شوية غير، يعني وعي بدون وعي تقريبا. فأنا بحط أشياء باللوحة اللي مش كاملا واعية سطحيا عنها. مثلا كنت عاملة لوحة كلها ألوان حمراء، بس حطيت هيك شوية تكحيل فيها أخضر وأصفر فاتح، أجت بنت قالت لي أوام، قالت هذا التطريز الفلسطيني. هو ما قصدي، أنا كنتش فاكرة بالتطريز الفلسطيني، كنت فاكرة بدي أعمل لوحة حمراء. بس بعد ما فكرت بالموضوع عرفت انه في بالتراث الفلسطيني بالتطريز بيطرزوا احمر احمر كل الوقت، بعدين بحطوا نقطة صفرة هون بطريقة عشوائية. الحلو فيها انه كله هندسي ومعروف ومرتب، بعدين بطريقة عشوائية بحطوا نقطة اخضر هون شوية اصفر هون، فطلعت اللوحة كأني عم بطرز. فكنتش واعية هالموضوع. في سيد سامي، حضرتك عندما تقررين، يعني تقررين شكل اللوحة من أي لزد، أم أنك تكتشفينه مثل الرواية، يعني نبدأ بالشخصيات وبعدين
نكتشف شخصيات أخرى. هلأ بالمعرض الموجود هلأ، لما كنت صغيرة كنت أرتب كل إشي من أوله لآخره، من أوله لآخره، أعمل الستيل لايف وأرسمها وأنقي جزء وأرسمه، بعدين لما يجي وقت الرسم على اللوحة أعملها كلها فرد مرة. بس هالأيام لا، ما بعرف A to Z إيش بده يكون في اللوحة، ببدأ ومرات تأليف حقيقي، تأليف حقيقي اللوحة، تأليف حقيقي، ومرات بزعل وبتخرب وترجع وبتروح. مرات لما أكون مبسوطة كتير على اللوحة بقول ياي ما أحلاها هذه، لازم بس عايزة شوية نقطة هون، بحط هالنقطة هون بتخرب شوي بعد، بس كمان نقطة كمان نقطة وبتخرب أكتر، لا تخرب كاملا، بصير ألطش فيها بقول آه هالتلطيش طلع حلو. عند كاتب النص أو كاتب الرواية الهم الكبير هو النقطة النهائية، هو يعني نقطة على الصدر كما يقولون. ما بعرف إمتى اللوحة كاملة، متى بتنتهي اللوحة؟ ما بعرف. هل في لوحات نهيتيها من سنوات وعدتي أنت بعد ما انتهت يا ريت في قلت يا ريت لأنه بيبقوا كتير معي بخربهم إن مش عاجبيني. في واحدة أو تنتين طلعوا اللي قلت خسارة طلعوا، كان لازم أمزعهم قبل ما يطلعوا، بس أكتريتهم لا. بس في مرة كنت عم بعمل لوحة وتقريبا خالصة، دق الجرس، نزلت أشوف حد بده يجيب لي يعني جايب إشي، جايب البريد، رجعت للمرسم قلت مالني أنا هذه خالصة فتركتها. ففي مرات هيك ما بنعرف تمام إمتى تخلص اللوحة. حضرتك عرضتي في مدن كثيرة يعني بالعالم. نعم. هل تختلف المدن في موضوع الفني؟ وكيف تختلف من مدينة غربية إلى مدينة عربية؟ أول ما بديت أعرض أعمالي بالبلاد العربية استغربت قديش بحبوا الفن وقديش ردة فعلهم قوية بالفن، وإنه تاني يوم طلع خبر بالجريدة، يعني كتير انبسطت. وبالشام لما عرضت أعمالي على الحاسوب لأول مرة فكرت لح يقولوا إيش هالإشي الغريب، بس بالعكس حبوه، كيف هذا لازم يبقى ومين بده يشتغل بهالشغل بعدك وإلى آخره. مغامرة هاي، يعني كانوا كتير كتير مبسوطين وكتير يعني معي، ما فكروا إنه لا هذه غريبة. طيب بمناسبة اللوحة الديجيتال، هذه لوحة هي مغامرة أم هيك؟ لا أنا عملتها مش كمغامرة حقيقة، مش كمغامرة، عملتها لأنه عم بفكر الفنانة أو الفنان لازم يشتغل بالتقنية الوقت المعاصر، فأشوف الحاسوب أقول إيه هذه لازم أعمل إشي بالحاسوب، غير أنه أنا رجعيا ما بعمل إشي. فبديت أدرس الموضوع. ب85 اشتريت حاسوب اسمه أميغا وبديت أعلم حالي. لما شفت الكمبيوتر قلت لحالي لا، مش بديش أستعمل البرامج المكتوبة، هدول بقلدوا الرسم واللوحة. فبديت أعمل أبرمج نفسي، فكتبت برامج صغيرة، وإنه طبيعة المواد ديجيتال إنه ممكن تعمل حركة. فعملت لو برامج انه فيه هو تجريد يتحرك. كنت اول من او من اوائل من اشتغل من فيه. اوائل، بس كان في كثير قبلي، بس انا اول شخص لابد اللي حط الحركه مع الصوت، لانه بديت اشوف ممكن كمان ابرمج الصوت. فانه احنا لما نشوف الطبيعه بنسمع وبنشوف بذات الوقت، مرات نسمع الورانا ما بنشوفه، مرات اللي قدامنا ما بنسمعه. فبديت ألعب بالشكلين، أبرمج الشكلين مع بعض. فهذا العمل الفني كيف يعرض لما بيكون ديجيتال؟ حسيت أنه لازم يعرض على الشاشة، لازم تشوفه هو يتحرك. فالصور بالكتاب هو لقطات من ال في عندي هلأ إيش اسمه فيديو عملت، بس حقيقة أحلى إشي ينشاف على الشاشة. بس هذا صعب. رد الفعل بالمدن العربية كان مصطنع أم حقيقي؟ لا حقيقي، لانه شوف رحنا في كان يضحك شويه، رحنا لحلب وقتها كان معي قبل ما بديت، بعد ما بديت ابرمج الصوت لقيت شخصين من امريكا، من السود الامريكان اللي بيلعبوا ايقاع على الالات الايقاعيه، فصرنا نعمل ارتجال مع بعض. انا اعمل على الحاسوب لاني كتبته انه تطبع، فهو بيعمل لوحه متحركه كأنك تطبع على الكيباد، وبعدين هو يدقه.
فأنا كنت أقرر إيش بدنا نعمل، بدنا نعمل إشي عن المدينة، إشي عن الإيقاع، إشي كذا وكذا. فرحنا مع بعض إلى الشام، وكان رد الفعل كتير حلو، مبسوطين الناس، كانوا يسألوا 100,000 سؤال. مش إشي استمريت اصطناعي. بهذا النوع من الفن أم هو يعني موسم وبينتهي؟ عماله بقوى وبقوى. ولما رحنا لحلب أعجبوا بالموسيقيين لدرجة أنه هملوني أنا. هذا الموسيقى سبقت الموضوع. لأنه هو معجبين بالآلات والموسيقى بأهل حلب. سيدة سامية، إلى أي مدى في الدول العربية كونك فلسطينية اسم جاذب للمعرض أم لم تشعري بذلك؟ أظن أكترية من يحضر المعرض رح يكونوا عرب، مش إنه فلسطين بس عرب. نوعا ما صار جاذب بهالبلاد هوني بالغرب، لأنه صار في هالبي دي اس موفمنت، صاروا يهتموا بالفلسطينية أكثر، وإن شاء الله يزداد هذا. فعم بسمع إنه تغيروا الأمور. في أنا من كل حياتي بلاحظ إنه الشعوب العالم دا معنا. حكومات العالم وال ايش اسمه ميديا، ايش الميديا بالعربي، الاعلام ضدنا. هذا موضوع، هذا معروف. بس اكتريه الشعوب معنا. ان تروح لاي انا سالتك على العواصم العربيه او المعارض في المدن العربيه، لانه عندما يعلن عن سامية حلبي الفنانة التشكيلي الفلسطيني ندخل الى المعرض قد لا يجد فلسطين التي يعرفها في لوحاتك. لا اعرف اذا كان هذا موضوع رحب به ام انصدم. لا يجد فلسطين التي نعرفها بمعنى الزي الفلسطيني والكوفية وغصن الزيتون والتلال في أعمالك، فقد لا يجد فلسطين إذا كان جاي لأنك فلسطيني. لا أعرف إذا كنت لاحظتي هالموضوع في معارضك العربية. بيجوا لأني فلسطينية بس ما وبنبسطوا لأنه ما في هالأشياء. ما في هالموضوع. يعني ما حد وجه انتقادات من هذا القبيل. لا، على كل حال أنا بحكي كتير بفسق. طيب في القسم الأخير أريد أن أعرف فعلا علاقتك مع النقد، سواء النقد الغربي أو النقد العربي، ولأي مدى أساسا عند العرب هناك مدارس نقدية بإمكانها أن تكون مقبولة لفناني في مستواك. بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد على ما استفهم. هذا المساء استضيف الفنانة التشكيلية الفلسطينية السيدة سامية حلبي. في لا أعرف إذا كنت على اطلاع على الفن العربي، الفنانين العرب، الإنتاج العربي. حضرتك موجودة بنيويورك، هل نيويورك تسمح لك بالاطلاع على الحركة الفنية العربية؟ حقيقة بالتسعينات بديت أسافر إلى البلاد العربية كتير، وخصوصا فلسطين، وعملت مقابلات عديدة مع رسامين فلسطينيين، وكتبت كتاب عن الرسم الفلسطيني خلال الانتفاضة، سميته Liberation Art of Palestine، مكتوب بالإنجليزي. فبعرف إشي عن الحركة العربية والرسم العربي. كيف تقييمك للفن التشكيلي الفلسطيني؟ له حدود فظيعة، يعني كتير حلو، كتير مهم، و عندي احترام عن الفن التشكيلي الداخلي داخل فلسطين ام ايضا؟ اظني لانه النكبة اثرت علينا بطريقة، عنا علاقات برا وجوا مع بعض. اكيد في رسامين بالداخل اللي هون بحسوا انه هون اللي قضوا وتعذبوا، هون الفلسطينية فقط. هو حقيقة هذا الاحساس بيجي مع اكثر من الادارة ومن مش من بقية الرسامين. احنا كرسامين مع بعض دائما ماشيين مع بعض، ودائما نفهم بعض ونشتغل مع بعض. لم تشعري انه الفنان التشكيلي الفلسطيني في الداخل كان بفترة غريب لانه محاصر عني؟ غريب عن الحركة التشكيلية في العالم. الغريب انه لا، دائما في وعي. والغريب انه لما عملت المقابلات كنت اروح لقرى داخل الحدود، يعني في الداخل، في تحت حكم اسرائيلي، اللي هو بقريه اللي اسرائيل غصبتهم، ضلهم
متأخرين، ولكن بلاقي إنه لهم وعي، في عندهم وعي للعالم كله، لفنون العالم. لقيت واحد برسم بطريقة تقعيبية بكفر قاسم، فاستغربت من فين أجو هالهذا. فكرت يا أخي بيجي العلم من نواحي ما نستوعبها إحنا كبني آدمين، نفكر لازم يدرس بس لا مش دارس. قبل فترة كان ضيفي أحد نقاد الفن، وطبعا عنده كتاب في هذا الموضوع، وهو له يعني رأي نوعا ما استفزازي. هو لا يعتبر أن هناك فن عربي، أن الفنانين التشكيليين العرب ليس لديهم خصوصية معينة، هم جزء من هذا الحراك العالمي. وهو يعتبر ذلك في لحظة أنه هذا جانب سلبي، أنه لم تنتجوا شيء خاص، وفي لحظة أخرى وجانب إيجابي، هو أنتم جزء من هذه الحركة العالمية ولستم شيء. ما رأيك في هذه النظرية؟ يا أخي النقاد بيكتبوا وبلطوا وبعجنوا كلمات وبلعبوا، وأكتريتهم بفهموش ماهية الفن، لأنه هو إشي تشكيلي وبخوفهم. فأنا كرسامة دايما بكتب وبعطيهم كلمات، مش ضروري يكتبوا اسمي إنه أنا قلت هيك هيك، بس بدك تطعميهم إشي حتى يقدروا يبنوا على أساس. النقاد بالغرب كتير بيكتبوا أشياء اصطناعية، في إشي اسمه ما بعد الحداثة، وأكتريت اللي بيكتبوه كلام فاضي، كمان كلام فاضي كاملا. ف الفن الوقت الحاضر هذا اللي كتب مثل ما بتحكي سلبي إيجابي ما بعرف، بس أنا بقول لك إن باخذ أنا، خليني أنقي ودون ما أنقي 1000 لوحة من العالم كله، وأطلب من 100 شخص من أمريكا، أوروبا، الهند، هذا إنه يجوا يقولوا لي أي مدينة هذه بتجي من أي بلد، هو أنثى أو ذكر الرسام، كيف إحساسه، هذا بحس هيك، إيش توصفوا لي إياه، ميت عايش، ما حدش رح يقدر يقول لي إشي، لأنه فعلا إحنا بوضع عالمي هالوقت الحاضر. هلا إن في خط عربي بتقول عربي، بس في ناس مش عرب بحطوا خط عربي بلوحاتهم، فصعب جدا تقول من فين هذه اللوحة. فحق معه هذا الناقد، بس ما بحب أقول إنه هذا إشي سلبي. اسمع، هلأ الإعلام الأمريكي بجرب يخفض أهميتنا ويعلي أهميته أكيد، فإحنا كعرب ممكن تدرس الموضوع وتشوف إنه في هيك أشياء أبعاد ممكن تقول هاي عربية، إلى تأثير من الفن العربي القديم أو القديم قديم مش عربي قبل العرب. فبس مش إنه إشي سلبي أو إيجابي، هيك العالم. هلأ حاليا ما بعرف إذا كنا عم نحكي سيدة سامية حول علاقة السوق العالمي بالفن العربي، صار في حاجة حاليا؟ هلأ انا عندي افكار عن هذا الموضوع، انه بشوف انه لانه الرأسمالية متقدمة لدرجة جنونية، صار في ناس عندهم هالقد مصاري خايفين يحطوهم بالسوق او بالديريفاتيفز، بيستثمروا بالفن، فبيجوا للفن، بس هو جزء قليل بس فيها هالقد مصاري بالدنيا، لما يجوا للفن وهذا تاريخي بيشتروا فن وبتطلع قيمته، فهذا اشي تاريخي. بس اول ما بدوا يوعوا على بقية العالم، بدوا يتركوا بشراء الغربي والأوروبي الغربي، بدوا أولا يهتموا بالصين، والصين بعدين الهند بعدين العرب. وانت بتوعى انه في مجموعات من الأغنياء اللي هم من يقتنوا الفن، اللي بتفقوا مع بعض وبرفعوا قيمة الرسام اللي هو عم بيشتروه بطريقة اصطناعية، ومرات هذا بنفع معهم ومرات ما بيمشي. بس الاهتمام هلأ على ثالث اهتمام أجل البلاد، الرسام العربي والبلاد العربية. ثاني اهتمام هو الاهتمام بالفن الصيني أو الآسيوي. الصيني بدأ أول الكل، لسات وأوائش السوق بالصين عم تكبر وبتكبر. أنا قريت قبل يومين بالفاينانشال تايمز إنه السوق الصيني من ناحية المزاد صار 1/3 السوق بالعالم كله، تصور هالقد طلع. عمين هذا إشي رهيب. فمن هاي الناحية السوق الصيني لابد فيه رسم، يعني فيه لوحات من الغرب أكيد، بس من هذه الناحية مين تصور. بيحدد السوق؟ ما زال الغرب، السوق الغربي هو اللي بيحدد أهمية الفن. هون بيقولوا لي في 43 بيت مزاد بالفن بالصين لوحده، لوحة وفن.
تصور يعني في أشياء ممنوعة عليهم. العرب صح لهم جزء من هذا السوق كاملا، بس إنه لازم نهتم إنه عم نحكي عن السوق والاقتصاد وكل الأشياء. السوق إشي والجاليريات والمتاحف عجنب، هذه عالم لحاله والفن عالم تاني وفي جدار فاصل بينهم. هذا بيخدني لسؤال، مين بيقرر إذا كان هذا الفنان مهم أم لا، هذه اللوحة مهمة أم لا؟ الناقد الفني يعني أكاديميا أم السوق بالتالي صاحب الجاليري؟ المستقبل بيقرر. السوق والجاليري والمتحف ما بيعرفوا ما هي الفن الوقت الحاضر، بيعرفوا ما هي الفن قبل 100 سنة 50 سنة. الفن بنعرف بعد مرور وقت انه في كتير ناس شافوه قرروا انه هذا له معنى، بنفع للانتاج، بنفع يعني بنفعنا له، بقي له معنى واهمية للمجتمع المستقبلي. بس ما زلنا نسمع حاليا انه هناك فنان مطلوب بالسوق وفنان اخر مطلوب بسوق تسمع اخر، كلام عديد. هذا كيف، من يقرر ذلك ولماذا هو مطلوب؟ يعني هو مطلوب على اي، بركن مش مطلوب بس مطلوب من السوق، قيمته بتنزل بعد شوي. بركن يجيك واحد شاطر بالاعلام يطلع لك قيمه رسام لمليون دولار، تروح تدفع مليون دولار وفي هيك بعد 5 سنين بنزل، بصير المليون اللي كانوا بجيبتك شيء 100 ألف دولار بدل مليون وأقل. فهذا ما بتعرف. طيب أريد حد بيقدر يقول لك، كله كلام. أريد أن أعود إلى لوحتك سيدة سامية، لوحتك هي لوحة مشروع فني لوحده، أم عندما ترسمين اللوحة تفكرين أين ستقع هذه اللوحة، على أي جدار، بالتالي تفكري أيضا في بيئة العرض، قد تكون في شركة، في بيت، في منزل، في 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 جاليري. أنا بفكر إنه بس يا رب خلي حد يشتريها ويدير باله عليها حتى تضل للمستقبل. فهذا ما زلت على علاقة مع لوحاتك، أولادك في العالم منتشرين؟ مرات ما بشوفهم، مثلا طلعت واحدة من جديد بالمزاد اللي مش شايفتها صار لي تقريبا 40 سنة. فهي بالمعرض هلا، اشتراها شخص واستقردوها جاليري ايام وحطوها بالمعرض. انا بعتها ب 700 دولار ايام ما، هلا انباعت ب 100 ألف. انا بتصحليش ولا قرش من هالمصاري، فقلت لحالي بدي اروح اسكن في باريس وفرنسا، اصير فرنسويه حتى يجي لي شيء من. لا، في عندي اعمال بكل بعده محلات ما بعرف ايش تاريخهم، وفي لوحات اللي بشوفهم عند ناس، عند مقتنيين الفن. بس عاده ما بفكر انه لما اول ما عرضت هون بلندن قلت حرام الناس يعني عم بدفعوا اسعار عاليه للوحات الكبيره وعندهم بيوت صغيره، لازم اعمل لوحات صغيره. انا دائما برسم على الصغير وعلى الكبير. فلا ما بهتم فورا بمين فين بدك تروح اللواء، بهتم انه يديروا بالهم عليها حتى تضل للمستقبل. هل ايضا يعني تقبلي هذه العلاقه، اللوحه اللي وصوك على لوحه، نريد ان لوحه بالوان معينه او بتام معين بموضوع معين؟ انا بقول لهم لما حد يجي يطلب انه يعمل يعني يطلب لوحه، بقول لهم انا مش ببلش غير انه تكون الاتفاقيه، بعمل اللوحة إن تعجبكم تاخدوها، إن تعجبكم ما بتاخدوها، بديش تدفعوا لي قبل بوقت، بديش أحبس حالي. حقيقة إن حد بيقول لي بدي لون كذا كذا بنبسط أكثر من حد يقول لي اعملي هيك هيك. بس بهمني شيء يقولوا، إن بقدر بعملها، إن تنفع تنفع، إن ما بتنفع بهمش. يعني لا تشعري بحرج إنه حدا قال لك بدي لون وبيحولك إلى ديزاينر أكثر من فنان؟ لا، بحولنيش كديزاينر، لأنه اللون الطبيعة ملاني ألوان. إن بطلب الأحمر في غروب الشمس، إن بطلب الأزرق في الثلج والشتاء، في أن تطلب الأخضر في شجر وألوان الخضر. يعني البني آدم اللي بطلب في بقلبه وبأفكاره أشياء جميلة هو شافها أو هي شافتها، فلما يطلبه بكون جاي من إشي داخلي بيهتموا فيه. من خلال سفرك بعواصم العالم الكبرى، هل تشعرين أن نيويورك ما زالت عاصمة بإمكانها أن تساعدك فنياً؟ يعني منذ قليل لمحتي انه كان لازم اجي على اوروبا لحتى
لا بنيويورك أنا ما حدش بحبني، أصحاب الجاليريات بنيويورك أكتريتهم صهاينة. جربت كتير 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 بعدين وقفت، بطلت أطلع للجاليريات أفرجيهم أعمالي. وحتى مرق زمن إنه قلت لحالي ما عمري راح أعرض كمان بنيويورك، ولكن صار لي معارض بنيويورك، مش إنه ما عملت مع جاليريات هناك. أحب جاليري إلي بنيويورك كانت واحدة أبادية جاليري اللي هي أصولها من شمال إسبانيا من الباسك، وهو كتير ثوريين مثل الفلسطينية فحبينا بعض. بس بقيت ممارستي بنيويورك كتير سيئة. كنت بنيويورك مع جاليري اللي هي تحت إيد رسامين، ما في صاحبة جاليري أو صاحب جاليري، كنا نشغل مع بعض كده. ولكن هذا ما دفعك تاخذي قرارات السكن في باريس أو لندن أو في هذا الاعتبارات أخرى. أول حياتي كانوا أهلي في سنسناتي، مدينة سنسناتي، وكنت يعني أنتبه لحياتهم وأدير بالي عليهم لدرجة من بعيد شوية. فإن تركت لأوروبا بكون صعب. بس فكرت أنا كتير بإيطاليا وإسبانيا. وهلأ عندي علاقة مع أيام هو بدبي وأنا بنيويورك، وكل شيء ماشي حلو. سؤال أخير، هل حضرتك فنانة تشكيلية فلسطينية تشعرين ب لا أقول ترحيب، طبعا يرحبون بك، لكن تشعرين بمكانك داخل الجمهور الفلسطيني وأيضا داخل السلطة الفلسطينية وسفاراتها ومراكزها الثقافية؟ السلطة والسفارات ما عنديش اهتمام لإلهم. داخل الرسامين الفلسطينية نعم، لأنه أنا هو أول ما بديت أسافر إلى البلاد العربية اتصاحبت مع أصدقاء هناك كتير حميمين وقريبين علي أكتر كتير من الأصحاب اللي عملتهم بأمريكا، اللي هو نقلال للوقت الحاضر. فكمان هذا الحق علي نوعا ما، بس ما في يعني إنه علاقتي مع الفلسطينية كتير قوية. دائما على الإيميل مع بعض أو على السكايب مع بعض وإلى آخره. بعد معرض لندن هناك مشاريع أخرى؟ عندي مشروع الكتاب، إن نعمل كتاب عن رسم قفر قاسم. اللي هو مشروع اشتغلت فيه لمدة 14 سنة، إن نطلعه ككتاب، ومع اللي هو كمان رسم تقليدي مش تجريد، توثيقي كمان. وفي الكتاب راح يحتوي نص الكتاب راح يكون المقابلات اللي عملتها مع الأهل قفر قاسم. وهذا أول إشي. بعد ما يخلص هذا بدي أكمل أجدد الكتاب عن الفن الفلسطيني خلال الانتفاضة. الله يعطيك العافية ستنا ست سامية حلبي الفنانة التشكيلية الفلسطينية، أشكرك جزيل الشكر، كان شيء لافت أن نشوفك. وشكرا لك يعني كثير حلو الكلام كان. تسلم، وشكرا لانتباهكم. إلى اللقاء، شكرا ستنا.